إذا كنا بنتكلم دايما على إنه إحنا كمنظومة كروية وكمنظومة رياضية نسعى دائما إنه يبقى عندنا قانون رياضة، فإحنا النهاردة عندنا بداية قانون الرياضة، إنما بشكل تاني أو بشكل مختلف. النهاردة في مجلس النواب كانت الانتخابات الداخلية لاختيار وكيل الشباب والرياضة، وكيل لجنة الشباب والرياضة، وتم حسمها لصالح المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. مبارك له بكل تاكيد مقعد رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشعب، معاه وكيلين، الوكيل الاول هو النائب محمود حسين، والوكيل الثاني النائبه الدكتوره سحر الهواري. كان مترشح على الرئاسه ثلاثه، فرج عامر، عطيه مسعود، فتحي ندى، وحصلت اعاده ما بين المهندس فرج عامر وما بين عطيه مسعود، وفاز المهندس فرج عامر. بنتمنى له كل توفيق، الحمل تقيل جدا بس هو قدها وقدود، عنده قدره على يعني تنظيم الامور بشكل كبير جدا. احنا كرياضيين بقى هنبقى طمعانين كتير جدا في التحرك في موضوع قانون الشباب والرياضه، وكل حاجه تخص الشباب والرياضه، مش كل حاجه تخص كره القدم، خدوا بالكم، يعني مش كل حاجه تخص كره القدم، كل حاجه تخص الشباب والرياضه. طيب معانا مين على التليفون؟ قولوا لي. طيب معانا على التليفون سياده النائب محمود حسين، وكيل اول، واللي النهارده في الانتخابات الداخليه بقى موجود كنائب اول للنائب فرج عامر في رئاسه لجنه الشباب والرياضه. برحب بحضرتك يا فندم وبارك لك، واهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ ابراهيم، والله يبارك فيك، وان شاء الله يكون اللي حضرتك بتقوله ده يتحقق الفتره ديت في المجلس النواب، ونحاول نحل كل المشاكل اللي بتقابلها الرياضه وبيقابلها الشباب بصفه عامه. طيب الحمل تقيل زي ما كنت بتكلم مع حضرتك او بقول في المقدمه، والحمل تقيل لانه انتوا مش بس هتتكلموا في الكوره او مش مشاكلكم كوره، انتوا مشاكلكم شباب، ودي يعني يمكن منظومه كبيره جدا، مشاكلكم كمان رياضه. انتوا شغالين على اي جدول من الجداول، اي خطه من الخطط، ناويين تبتدوا امتى، تتكلموا امتى في كل الامور اللي بتخصنا واللي بتشغل بالنا؟ يعني بص، احنا فعلا واحنا النهارده ابتدينا، وبمجرد انتهاء الانتخابات وفوز الرئيس والوكيلين وامين السر، بدات الفعاليات الحقيقيه للجنه. واللجنه زي ما حضرتك عارف هي لجنه شباب ورياضه. أيوه. النهارده يمكن كنت بتكلم ان كل المجموعه او معظم المجموعه اللي كانت موجوده من القامات المحترمه في المجال الرياضي وخبرات هائله جدا سواء في الشباب او الرياضه. وزي ما حضرتك قلت، احنا بقى عايزين نركز إنه مش بس الرياضة كرة قدم، ومش بس اللجنة خاصة بالرياضة، احنا عايزين الرياضات كلها يكون فيها اهتمام، احنا عايزين نوصل بمصر خلاص بقى للمرحلة المفترض تكون فيها، أو يعني المقام اللي المفروض مصر تكون فيه، سواء بقى في الرياضة، سواء في مجال الشباب. احنا عايزين نهتم أيضا بقطاع كبير جدا الناشئين، نوسع قاعدة الناشئ في مختلف الرياضات مش بس كرة القدم. عايزين نشوف المشاكل المهمه جدا اللي بتقابل الشباب، يمكن نتكلم يعني جزء كبير جدا من لجنه الشباب بيهتم بالموضوعات والمشروعات الخاصه بالشباب، سواء بقى مشروعات تاهيل او تدريب او مشروعات الخاصه بالوظائف للشباب، مش بس يعني ملاك الشباب او فقط الرياضه، لكن كل الاهتمامات اللي بيهتم بيها شباب مصر يعني. طيب خليني اسال حضرتك يمكن شويه على قانون الشباب وقانون الرياضه، لانه احنا عندنا زي ما حضرتك تعلم والكل بيعلم عندنا انتخابات كلها معطله، عندنا مشاكل في الموضوع ده. طمنا، موضوع قانون الرياضه وقانون الشباب امتى يبقى قدامكم في مجلس النواب، وامتى يخلص، وامتى يبقى موجود قدام الناس؟ احنا طبعا النهارده كانت اول يعني اهتماماتنا بقانون الرياضه. الرياضه يمكن معطل حاجات كتير جدا في مصر. صحيح. احنا بنتكلم في المعوقات اللي حضرتك عارفها اللي بتعوق مجال الاستثمار في الرياضه، اللي بيشتكي منها ناس كتير جدا، موضوع الانتخابات المعطله، موضوع مهم جدا برضو اتكلمنا فيه النهارده، هيكون من الاولويات بتاعتنا عوده الجماهير للملاعب المصريه. النموذج اللي حصل في مباراه افريقيا سواء الزمالك او الاهلي، اعتقد ان الناس مشتاقه للعوده الى المدرجات والى الملاعب، وده حاجه اهميه قصة بالنسبه لنا، لكن مع الاخذ في الاعتبار الاحتياطات الامنيه والاحتياطات اللي تخلي المشاهد امن وتخلي كره القدم اللي احنا بنشوفها بره، اللي بنشوفها بره مصر، هي دي اللي احنا عايزين نطبقها داخل مصر. واعتقد فيها افكار مصريه جميله جدا بتوفر الامان وبتوفر المتعه في مشاهده المباريات من داخل المدرجات بدون حدوث ازمات، بدون حدوث المشاكل اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، اللي ان شاء الله مش هتعود تاني في ملاعبنا المصريه.
قانون الرياضه ان شاء الله يعني اول حاجه هتيجي المجلس هتم مناقشتها في اللجنه، لان ده يعني احنا بنعتبره امر بالغ الضروره والمفترض ان هو يتم يعني مناقشته في اسرع وقت ان شاء الله. شدوا حيلكم واحنا في ظهركم قلبا وقالبا، وربنا ان شاء الله باذن الله يوفقكم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وبارك لك مره ثانيه الاستاذ محمود حسين، عضو مجلس النواب ووكيل اول لجنه الشباب والرياضه. ببارك لكل الناس طبعا، ببارك للمهندس فرج عامر، واحد من القامات المهمه جدا في كره القدم.